وفي النهاية إن كانت هناك دعوة مستجابة مدخرة، هذه الدعوة لابد أن تدخرها للحاكم. ومن هنا ومن هذا الصعيد أدعو بالتوفيق إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأقول له إن الجزاء عند الله، كل ما تقوم به الآن وكل ما تفعله الآن وكل هذا الصبر وكل هذا العمل جزاؤه عند الله. أدعو بهذه الدعوة المدخرة في هذا الصعيد مخلصا متجردا أن يلهم الرئيس الصواب، ويلهم الرئيس الصبر، ويلهم الرئيس كل ما يؤدي إلى رفعة هذا الوطن في بنائه وبقائه. اللهم أمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، دمتم في أمان الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك.